براين باتلر موظف ترامب رقم 5 كما بات يعرف في لائحة الاتهام خرج عن صمته منطلقا من حق الناخبين بمعرفة الحقيقة قبل انتخابات نوفمبر. الموظف الوفي لعشرين عاما تقريبا نفى أن تكون القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب هي مطاردة ساحرات كما يزعم الرئيس السابق. شريط ذكرياته مر على صناديق حملت في طائرة ترامب الخاصة معترفا بأنه ساعد صديقه وولت نوتا في تحميلها دون معرفة محتواها، لكنه الآن بات يعرف وفق قوله. باتلر تحول من سائق وفي لرئيسه طوال 20 عاما إلى شاهد قيم لفريق سميث. تاريخ طويل في منتجع ترامب ينطوي على مشاهدات محتملة قد تفيد التحقيق. باتلر استرجع محادثات بين ترامب ومساعديه وولت نوتا وكارلوس دي أوليفييرا، إحداها ألمحت لإرسالهما وآخرين لإحباط السلطات الفيدرالية. وضمن الأحداث التي يستذكرها باتلر وتثير ريبته زيارة قام بها نوتا إلى بالم بيتش أريد منها أن تبقى سريا، بل سرا، هدفها دراسة كاميرات المراقبة ومدى حفظها للقطات في غرفة التخزين. باتلر ترك وظيفته كسائق ومدير للنادي بعد 3 أشهر من إزالة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمئات السجلات الحكومية من مارالاغو في أغسطس 2022. الموظف رقم 5 يؤكد أنه بدأ بتجميع قطع اللغز ورؤية الأمور أكثر منطقية بعد تقديم لائحة الاتهام ضد ترامب، ويقصد بذلك تحديدا سلوك صديقيه المقربين. أمر لم يعجب نوتا أو دي أوليفييرا اللذين ينتظران استكمال السائق لروايته أمام القضاء عند تأدية اليمين ومعاقبته عند الحنث به وفق قول محامي الأخير.